الحقيقة بين امبارح واليوم كتير تحيرت شو بدي أحكي وكيف بدي أحكي. بكل المناسبات أنا بكون مرتاح على الحكي إلا بهالمناسبة، لأنه أفضل شيء بيحكي عن هالمناسبة أحداثها هي وأشخاصها هي والتجارب اللي صارت فيها. أنا بعتقد إنه شو ما بدي أحكي خصوصا من بعد كل اللي حكيه ما ممكن رح خربت الجو يلي نوجد من خلال الشهادات يلي سمعناها. أوقات كتير الحكي بيفيد، أوقات كتير الحكي ما بيفيد، أوقات الحكي بيشوش على واقع موجود ومعيوش. نحن واحدة من الجوانب الرئيسية لحياتنا كقوات ككل، وهلأ بكرة وصيع نظام داخلي بالوقت يلي نحن صار لنا من 30 سنة عايشين بأفضل نظام داخلي. واحدة من الأمور يلي نتمتع فيها هو أنه كل حياتنا معيوشة، ما عم نحكي بنظرية، ما عم نطرح نظريات، ما عم نقول بدنا نعمل، عم نجي بس نجرب نضوي على كتير اشياء مرقت معنا وعملناها. هيدي بتكون افضل دليل عنا، هي بتكون افضل خطاب بنعمله. اليوم اذا حدا بده يحكي هون، اذا بتعرفوا قديش هالصالة تقيلة بتقولوا ما بقى في زوم حدا يحكي اي كلمة. يعني اليوم مثلا جنات خواند قاعدة بيناتنا، يمكن البعض بيعرفوها يمكن ما بيعرفوها، جيسي عيراني قاعدة معنا، اليوم أنطونيت شاهين موجودة هون، روكو زوريتا هلا من شوي طلعوا عملوا شهادات. إذا بقولكم هيدي غيض من فيض كونوا أكيدين إنه أكثر من هيك بكثير. طب من بعد هذا كله الواحد شو بده يحكي؟ رفيق سعادي اليوم قاعد بيناتنا. رفيق سعادي معلش يا رفيق، بالسجن اوقات كانوا ياخذوا المحبيس، مش انت بتعرفوا بيعملون ادوار تيجلوا. المحل الوحيد يلي كنت اسمع بحسه وجرب انه اتبادل انا وياه بشكل من الاشكال هو هونيك، لانه انا كنت روح مشان تتحمم، لانه طبعا مش كل واحد بزنزانته عنده حمام، وهو يكون عم بيجلي هونيك. هيدي نقطه الالتقاء الوحيده. كلارا بنته لرفيق اللي حده يلي هلا صبيه، على طول كنت قلها يا كلارا أنا وياك مجيلة. ليش مجيلة؟ وكلارا بالحقيقة مش أنا وياها مجيلة، هي والقوات مجيلة، لأنه خلقت بنفس السنة يلي انحل فيها حزب القوات وأخذوني أنا على الاعتقال. أفضل من أي خطاب، أنا كاتب كم فكرة بس فكرت أنه أفضل من أي خطاب خبركم خبريات صغيرة من يلي صاروا معنا بهديك الحقبة. مثلا هلأ مش كلارا، بنت تاني مثل كلارا، بنت شاب كان معتقل معنا، مرة بتسأل أمها بتقلها طبعا بتكون بالمدرسة، وبالمدرسة عم بيعلمون بيتعلموا بالمدرسة إنه الحرامية بياخذوها على الحبس، هاي أولاد صغار يعني هالقد بيعرفوا. بقى بتيجي البنت وبتسأل أمها بتقلها، ترى رح أفترض كلارا ما رح شي رح مون على كلارا إنه يطلع هي. بتسأل كلارا أمها بتقلها يا مامي ليش البابي بالحبس؟ مع إنه ما بياخذوا على الحبس إلا الحرامية. طبعا عم خبركم اياها قصه حقيقيه. بتقلها اما لا بيك مش لانه حرامي، لانه بيشتغل سياسي. صدقت البنت وراحت لانه بيتعاطى بالسياسه. بعد يومين ثلاثه راجع البنت بتقلها يا مامي بس قالوا لي رفقاتي انه يا حني كل هون نواب الوزراء بيتعاطوا سياسي ومبين مش ياخذينهم بالحبس. شو بتجاوبها اما؟ بتقلها ليكي بالعاده اللي بيعمل غلط بياخذوه على الحبس، واللي بيعمل صح ما بياخذوه على الحبس، بس بهالايام هيدي وخصوصا بالسياسه اللي بيعمل صح بياخذوه على الحبس واللي بيعمل غلط بيبعثوه في السياسه. لان سلطه الوصايه هي التي اخدمت على حل حزب القوات، فهذا معناه ان القوات على حق. ليس لأن القوات هي دائما على حق، بل لأن سلطات الوصاية على أنواعها خارجية كانت أم داخلية هي دائما على خطر. وبالمناسبة وللسبب نفسه فأن ثورة الأرز 2 هي على حق. وبالمناسبة أيضا وكما كانت الكلمة أفضل سلاح في مواجهة الوصاية الخارجية،
هكذا ستبقى أفضل سلاح في مواجهة الوصاية الداخلية في مواجهة السلاح. اليوم قد ما حكينا ما فينا نتخطى كثير من الدماء والدموع والعرق والأوجاع والمعاناة يلي مرقت معنا كلنا سوا بكل مراحل القوات اللبنانية وبالحقيقة بكل مراحل نضال الشعب اللبناني. بس بذات الوقت ما فينا نكون حزينين أبدا بالرغم من كل هالنضال، بالرغم من كل هالدماء والدموع، لأنه صراحة كل يوم بحياتنا ما في يوم راح ضيعان، كل يوم من حياتنا كان كناية عن سطر جديد بتاريخ لبنان الحديث. بهالمناسبة اليوم بالذات نحن ومجتمعين اجت على راسي فكرة جديدة، انه اذا بنستعرض كل اللي عم بصير ان كان بالمنطقة او بلبنان او حتى على مستوى القوات، منلاقوا كل هذا اللي عم بصير بيروح بعكس المنطق والذهنية والعقل يلي حل حزب القوات. بالمناسبة 17 بالذكرى 17 لحل حزب القوات، كل اللي عم بصير بالعالم هلأ بيروح بعكس المنطق يلي أدى إلى حل حزب القوات. رح بلش باللي عم بصير على مستوى المنطقة. اللي عم بصير على مستوى المنطقة لأول مرة طبعا من 100 سنة يمكن من كل تاريخ المنطقة، لا هو نتائج سايكس بيكو ولا ردة فعل على يالطا ولا هو قرار من عصبة الأمم، قبل الأمم المتحدة كان في عصبة الأمم، ولا هو قرار التقسيم سنة 47، ولا هو سياسة اتحاد سوفيتي جديد، ولا هو ردة فعل أمريكية عتيقة، ولا هو سياسة بريطانية أو فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو غيرها. لأول مرة إنسان عربي عم بيوقع عواقعه، عم بيسور عليه، وقع شاف حاله بواقع معين وقرر يسور عليه. وأكبر دليل إنه كلنا سوا، وبالمناسبة كل الدول المعنية صار لها من وقت ما بلشت التحركات لحديث هلأ تتعرف شو عم بصير، وصراحة مش عم تعرف شو عم بصير. شايفين إنه أكبر الدول وقعتها عم تتخبط بمواقفها، ما أنا عارف شو عم بصير. اللي سوا بسيط، هي لأنه أول مرة هالدول مش هي عم تعمل شيء، أول مرة الناس بالمنطقة عم تعمل شيء. شو المنطقة حست على إنه كل اللي كان عم بصير قبل يعني كان نوع من غش كبير؟ حسوا على إنه أي مواجهة لأي إمبريالية، وفي إمبريالية في منها بعيد بس كمان في منها قريب هون، وأي مواجهة لأي صهيونية، وأي مواجهة لأي استعمار، وفي استعمار في كبير في بعيد وفي قريب كمان، وأي مواجهة لأي استكبار كان بعيد وكل منه عم بيقرب علينا، كأي مواجهة لأي استكبار، هذا كله سوا ما في يبلش إلا من إنسان حر بمجتمع حر. مشان هيك قام الإنسان العربي وبلش عم يتحرك وين ما كان بالأشكال يلي عم بيشوفوها، بأشكال فوضوية، بأشكال غير منظمة. ما بتعرفوا هلا مين 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 قائد الحملة بليبيا، ما حدا بيعرف بغيرها من الدول العربية. طب مين خيي، مين القيادة، مين المجموعة، ما حدا بيعرف. ليش؟ لأنه هي أول مرة بصير تحرك جدي فعلي. أنا اللي لفتني بهالتحرك الجدي الفعلي هو إنه كله سوا بيروح بعكس المنطق والذهنية يلي أدت إلى حل حزب القوات بالوقت اللي نحن مجتمعين بالذكرى 17 لحل حزب القوات. اللي عم بصير على مستوى المنطقة اليوم صراحة هو انتصار لكل منطق القوات، هو انتصار لمنطق 14 أدار، هو انتصار لعقل 14 أدار، هو هزيمة منكرة للعقل الآخر والمنطق الآخر والذهنية الأخرى. على المستوى اللبناني تتزامن ذكرى 17 لحل حزب القوات مع انطلاق ثورة الأرز 2. أصلاً حل حزب القوات مش لأنه اسمه حزب القوات، حل حزب القوات لأنه كان عم بتجرب القوات بوقتها طالب بتطبيق اتفاق الطائف كما هو، وبالتالي الطالب بانسحاب الجيش السوري سنة 92 كان لازم تصير هذه، وفيما بعد سنة 75 وال 97 تستكمل بشكل كلي بتطبيق اتفاق الطائف، انسحاب الجيش السوري وقيام دولة فعلية. هلأ بالذكرى 17 لحل حزب القوات، قبل ذكرى 17 بالذكرى 11 لحل حزب القوات كان سنة 2005 تم الفصل الأول من كل هالمطلبية، طبق اتفاق الطائف، طلع الجيش السوري من لبنان، وتم الفصل الأول من قيام الدولة. بالذكرى 17 اليوم لحل حزب القوات بلشنا بالفصل الثاني بقيام الدولة بلبنان.
لا مجال لقيام دولة لبنان. ليش الفصل الثاني؟ لأنه لا مجال لقيام الدولة بلبنان بوجود دويلات، لا مجال لقيام دولة بلبنان بوجود القرار خارجها، لا مجال لقيام دولة لا بلبنان ولا بغير لبنان بوجود السلطة خارج هالدولة. نحن صراحة بقولنا ليش يا خي لا للسلاح، ليش لا للسلاح؟ نحن صراحة مش عم نقول لا للسلاح، نحن صراحة اللي عم نقوله عم نقول نعم للدولة. بما أنه كل منطقة التاريخ والجغرافيا، كل منطقة العلوم السياسية، كل ما بتقوله علوم استراتيجية والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية كله سوا بيقول أنه لا إمكانية لإقيام أي دولة من دون حصر كل السلاح فيها. من هالمنطلق عم نقول لا للسلاح، لأنه عمليا اللي عم نقوله هو نعم للدولة. مشان هيك من جديد نعم كتير كبيرة، لا كتير كبيرة للسلاح في لبنان، بس مع نعم كتير كبيرة لقيام الدولة بلبنان. هلا عند هالقول في البعض بيوقفوا بيقولوا انه يا اخوان بس ما انتم هيك عم تكشفوا لبنان قدام اسرائيل. نحن بسرعه بنجاوبهم وبنقول لهم هو بالحقيقه وجود السلاح غير الشرعي هو عم بيكشف لبنان قدام اسرائيل، وبالاخص انه اكثريه المجموعه العربيه هي ضد هالسلاح بالذات، وبالاخص الاخص من بعد الاحداث الاخيره وخصوصا بالخليج. بنقول لهم وجود هالسلاح هو اللي عم بيكشف لبنان امام اسرائيل، لانه المجموعه الدوليه قاطبه يعني باجماع كامل ضد هالسلاح. ومش بس ما راح تساند لبنان بالدفاع عن هالسلاح، يمكن حتى يتوصلوا انه هن يشجعوا اسرائيل تعتدي على لبنان من تحت راس هالسلاح. كيف ممكن ينحكى مثلا بمقاومه جديه طالما اكثر من نص الشعب اللبناني خارجها؟ كيف بقى نحكي بمقاومه جديه والمجموعه العربيه كلها او اكثريتها الساعه خارجها؟ كيف بقى نحكي بمقاومه جديه والمجموعه الدوليه باكملها ضدها 100%؟ وبالتالي كل ما يحكى على هذا الصعيد هو كناية عن عملية تسويقية، كناية عن دعاية لا أكثر ولا أقل، لا إمكانية لأي مقاومة فعلية إلا من خلال الدولة اللبنانية. وبالتالي بقدر ما لا منقولها لسلاح كبيرة منقول نعم أكبر منها لمقاومة فعلية تقوم فيها الدولة اللبنانية. النقطة الثالثة اللي بدي أحكي فيها هي على مستوى القوات. فيني أخذ نقطة ماي؟ على مستوى القوات من سخرية القدر، وأنا رأيي مش من سخرية القدر، من جدية القدر، أنه بذكرى حل حزب القوات عم بيتحضر حزب القوات خلال أيام لبل أسابيع تيترسخ بشكل نهائي بالتاريخ. إذا كانت سنة 81 كانت سنة دخول القوات للجغرافيا ولمسرح الأحداث، سنة 2011 راح تكون سنة دخول القوات للتاريخ بالفعل، لأنه ما في مؤسسة أو حركة بدون نظام داخلي بدون طريقة قانونية واضحة للعمل ممكن تستمر. أصلا حلوا حزب القوات تيخلصوا من شيء اسمه قوات، تيزيلوا كل معالم حزب القوات، تيبيدوا كل ما له علاقة فيه، وطما يضل في شيء على وجه الأرض اسمه قوات. تيجي علينا الذكرى 17 لحل حزب القوات، كل شيء عم بصير هو بعكس تفكيره. ليش بعكس تفكيره؟ بعكس اللي هن قصدوه وبعكس اهدافهم، لسبب بسيط جدا، هو انه لانه عقليتهم وذهنيتهم وطريقه تفكيرهم بتروح تماما بعكس اتجاه التاريخ. عشان هيك اللي عم بصير على مستوى المنطقه مثل ما عم بصير، على مستوى اللبناني مثل اللي عم بصير، على مستوى القوات مثل اللي عم بصير تماما. خلال ايام منا كثير طويله، اسابيع كثير قليله، رح يلتقي المؤتمر العام للهيئه العامه الحاليه لاقرار النظام الداخلي للقوات اللبنانيه بصيغته النهائيه. النظام الداخلي انا بعتبر هذا اكبر عمل الجيل القوات الحالي قام فيه. النظام الداخلي كان عصاره شغل 5 سنين متواصله، إن على مستوى لجنة التحضير والإعداد والصياغة، أم على مستوى كافة المواقع الحزبية الحلقات الحزبية يلي ناقشته تباعا، أو طبعا على مستوى الهيئة التنفيذية يلي رافقت هالعملية من أول لحظة انطلقت فيها لحديت آخر لحظة يلي راح تكون آخر محطة المؤتمر العام، المؤتمر الهيئة العامة اللي بده يقر هالنظام. النظام الداخلي راح يحول القوات اللبنانية
إلى أول حزب فعلي بالمعنى الحديث للكلمة الديمقراطي، مش بلبنان، بالشرق الأوسط ككل. حزب القوات رح يصير حزب بالمعنى الحديث للكلمة، يعني الحديث جدا للكلمة. رح يصير حزب قيادته إن كان رئيسه ولا هيئته التنفيذية تنتخب مباشرة كل 4 سنين من القاعدة، كل 4 سنين. رح تصير لجان القرى فيه ومنسقي القرى ينتخبوا من القواعد المحلية. رح يصير كل العمل الحزبي محكوم بمجموعة قواعد وقوانين وآليات هي بتحكم العلاقة بين كافة المواقع الحزبية. وأهم من هيك، رح يصير العمل الحزبي مقيد، بدي أقول هالكلمة، مقيد بمؤتمر سنوي كل سنة بينعقد، تيستعرض كل شيء صار خلال هالعام المنصرم إن كان على المستوى الداخلي أو على المستوى العام. بيعددوا، بيحللوا، بينتقدوا، بيناقشوا، طيطلع من هونيك وطالع بالخلاصات المطلوبة. بلكن شغلة هاي على المستوى الشخصي، يمكن بسمح حالي انه احكي كمان عن رفاقي بالهيئة التنفيذية، يمكن عن كتير مسؤولين حزبيين اخرين. قرار الوصول لنظام داخلي ما كان قرار هين. بتعرفوا الطقم الحالي الموجود بالقوات انه عم بيتصرف بدون قواعد وبدون قيود. ما تفكروها كانت هينة انه الانسان ياخذ قرار يحط قواعد وقيود على حاله. بالحقيقة ما كان قرار هين، هاي بعترفكم فيها. ومثل ما شفت حتى من كتار من رفاقنا الاخرين، في كتار من رفاقنا مثلا مبسوطين انه كنا نبقى بالوضع مثل ما كان، انه متفاهمين مع بعضنا واهلية بمحلية وماشي الحال، ما حدا منا زعلان وكلنا مبسوطين. بس طبعا مش هذا كان الافضل ولا الاصح نعمله بما يتعلق بالمؤسسة ووجودها وأكملها للمستقبل وللتاريخ. يمكن هالقرار كان صعب شوي بس كان لابد منه. أنا عم بحكي هالحكي مش مشان تا نحيي نفسنا إنه أخذنا هالقرار، لا، بس تقلكم بالفعل إنه كان قرار مش هين. أنا بعتقد إنه بالمستقبل الأجيال اللي رح تجي من بعد منا رح تتوقف وتطور عند هالقرار، وهي من هونيك ورايح روح توفي حقه وتوفي حق كل من ساهم بالوصول له. أنا شخصيا ساهمت بأعمال كتيرة داخل القوات وخارج القوات، بس بعتبر أنه هالعمل هيدا من أهم الأعمال قاطبة يلي كان إلي الشرف أنه ساهم فيهم، لأنه هيدا رح يخلي القوات تبرم من مجرد طيار عنده ماضي وعنده حاضر عم تلعب دور فيه إلى مؤسسة المستقبل مفتوح قدامها ومهيئ لأنه تكفي تلعب دورة إلى أبد الآبدين. أمين إذا الله راد. وبالختام، حزب القوات تم حله بالربيع 23 مساء الربيع يعني، لأنه ما بعمرهم عرفوا زبطوا شغلة يعني مثل ما لازم، مش ب 21 أدار يعني، ب 23 أدار فرقت معهم يومين. بالفعل حل الحزب القوات كان كناية عن ربيع للقوات، مشان هيك مضطرين نجتمع كل سنة بالربيع مشان نحيي الذكرى. وبس نجتمع بالربيع بنكون عم نعمل ربيع جديد للقوات، والسنة ربيع القوات أجدد من كل سنة باعتبار أنه رح يتكلل، مش رح يضل زهره بس، يعني رح يعقد من خلال النظام الداخلي يلي رح يقر بالأيام القادمة. ربيع المنطقة مثل ما شايفينه على قدم وساق، يمكن ياخد وقت طويل. ربيع المنطقة هلا عم بيزهر، عمتى بيعقد، كيف بيعقد، ما حدا منا في يقدر انطلاقا من وسع المنطقة وحجم الأحداث اللي فيها. يبقى أنه كلنا سوا بانتظار ربيع لبنان. بدي أرجع أنا وياكم نتف صغير لسنة 97-98. لو في 2 منكم كانوا قاعدين مع بعضهم عم بيحكوا، كان ممكن تتصوروا بلحظة من اللحظات أنه رح ينسحب الجيش السوري ورح يروح حكم الوصاية، عهد الوصاية، ورح نبلش ببناء دولة؟ بتصور صعب، ما حدا كان ممكن يقدرها. هون بتذكر واقعة صغيرة صارت بيني وبين أحد المحامين طلع يشق علي سنة 2000. بقى المحامي كان يعني قلبه علي وعم بيقول لي ليك يا سمير، خي شايف أنت شي بالأفق؟ يعني قصده بالأفق. قلت له لا. قال لي صراحة أنت يمكن جوات الحبس ما تشوف الأفق، أنا بتعرف قديش بتعاطى سياسي برا وكذا، ماني شايف أي شي بالأفق. قلت له إيه؟ قال لي وبالتالي ما زال منا شايفين شيء بالأفق، يعني بما معناه إنه لازم تشوف شو لازم تعمل، يعني نتفاوض مع السلطة اللي كانت قائمة ترجرب أطلع من الحبس. أنا صراحة أعطيته جواب، ما عرفت كيف أعطيته هالجواب، بس متمسك بهالجواب للآخر لأنه يوم عن يوم عم بيثبت صحته.
قلت له إذا نحن مش شايفين شيء بالأفق مش معناته أنه ما في شيء بالأفق. وهلا بالفعل عاد تبين أنه في كتير إشياء بالأفق. طولت شوي وقت كتير الأمور بدها طول بال. ساعة ربنا مش على ساعتنا، بدنا نحن نظبط ساعتنا على ساعة ربنا مشان تيجي الوقت المناسب للقضية المناسبة، بس مش معناتها أنه ما راح يجي هالوقت. وبالتالي كما أتى ربيع القوات وكما أتى ربيع المنطقة، أنا أكيد أنه ربيع لبنان واصل للوقت يلي راح يكون عندنا دولة يكون كل السلاح فيها، كل القرار فيها، كل السلطة فيها. من هلا لوقتها بترككم بألف خير. مرة من جديد تبين أنه المنطقة اللي عم نشتغل فيه هو اللي رايح باتجاه التاريخ، وبالتالي بدنا ننتظر نجاحات أكثر وأكثر وأكثر، وتبين أنه المنطق الآخر رايح بعكس التاريخ، وبالتالي بده ينتظر تقهقر أكثر وأكثر وأكثر. عشتم أيها الرفاق والرفيقات، عاشت القضية، عاشت القوات اللبنانية، يحيى لبنان.